حاجه كانت مهمه جدا، والحمد لله احنا بقالنا دلوقتي اولموست 24 سنه مع بعض. العمر كله يا رب. بس انا كنت بحبك وبقيت بحبك اكتر. ايوه انت نصيره الرجل. والله العظيم انا نصيره الكلمه الحلوه. أو بس الكلمة الحلوة على فكرة، أصل حد غيرك اتقال له نفس الكلام طبعا، ولا مش هتعملي كده وتقول له لا شكرا، وتيجي دلوقتي تندم تقول لك يا ريتني كنت عملت أسرة وعملت بيت وعملت كذا. أنا الحمد لله ما ندمتش على حاجة خالص، والحمد لله أنا بحمد ربنا على النعم كتير جدا ربنا مديها لي. الحمد لله على جوزي وعلى بناتي وعلى أمي وإخواتي وأصحابي وعلى شغلي. أنا الحمد لله بقدم حاجة الناس يكفيني الحمد لله، لما بمشي في الشارع يقولي احنا بنحبك ونحترمك. بالظبط دي اهم حاجه، دي ليها يعني مردها عندي، يعني ان انا ببقى مبسوطه بالرد ده. وكلنا مجمعين على ده، يعني كلنا يعني انه شخصيه محترمه، شخصيه بتقدم فن حلو، وما شاء الله يا رب ما شاء الله عشان الحسد العمر كله. ربنا يحفظكم انك تجمعي ما بين هوايه او مهنه بتمتهنيها وهي التمثيل، وما بين بيتك والاسره والزوج اللي هم في الاخر بيبقوا، مش هنفضل دايما احنا صغيرين، ما في الاخر كبرنا كلنا كبرنا. كلنا بالظبط. فبحييكي جدا، انا نصيره الاصول والله العظيم. بتدلعي الراجل زياده انت. الراجل المحترم. عارفه لو بيجي لي حاله مثلا، او لو احنا على الهوا وراجل غلطان والناس او القله، او بلاش القله، البعض، عشان ما بحبش البعض من الرجاله اللي مطلعين عين مراتاتهم، انا ابدا مش معايا هذا الرجل، لا ادافع عنه ولا باجي جنبه. يعني انا مش يلا بينا ندافع ابدا، ولكن الرجل المهذب المحترم اللي هو بنحفظ له قيمته وممكن ننتصر ليه بدل اللي بيحصل فيه. خليني ساكته. هي الموده.